وغرزتنا النهاردة دخلت على سوق الفاكهة فعليا، غرزة العنب. هي فعليا اسمها كده، جريبس ستيتش. غرزة جميلة جدا، شبه غرزة الصدفة شوية، ولكنها تحس ان هي مقفلة قوي عن غرزة الصدفة، وفي الوقت نفسه كمان داخلة كده ما بين ميكس غرز زي غرزة البسيطة، غرزة الأزرار، وشوية غرز تانيين مش عايزين نلخبط بعض. فيلا بينا على طول نبدأ. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم وكل يوم غرزة جديدة. غرزة النهاردة اسمها غرزة العنب او الجريب ستيتش. غرزة جميلة جدا وسهلة قوي، اتمنى اكون بنطق الاسم صح في الانجليش بالذات لان بيبقى عندي مشكلة فيه. هنشتغلها مع بعض. هي شوية تحسوا ان هي مركبة ولكنها ابسط ما يكون، كمان تصلح في ملابس كتيرة قوي، تصلح للشالات، تصلح للايس كابات، تصلح لحاجات ياما. فيلا بينا نشتغلها بدون ما نضيع وقت. اول حاجة هنعملها 20 سلسلة، وهنسحب كل السلاسل، وده بيكون صف البداية في الكروشيه التونسي. تقدروا تروحوا على دروس تعليم التونسي وتتعلموه بتفاصيله، واحنا اخدناهم اصلا في الغرز السابقة. بنرتفع 2 سلسلة، بعد كده بلف لفة على الابرة، اخد طرف السلسلة اللي انا فيه اللي هو في السلسلة نفسها اهو، تمام، 2 سلسلة اهو، الف لفة، اخد الطرف ده وبسحب، تمام. بعدين هنا تاني سلسلة على طول، غرزة بسيطة، اللي بعدها برضو غرزة بسيطة، بيصبح معايا 4 على الابرة. طبعا دي مش بيكون محسوبة لان دي بداية الصف، وبطلع من الاربع سلاسل زي ما انتم شايفين كده. بعدين باخد برضو نفس النظام، باخد السلسلة اللي هنا واللي هنا، شفتوا طرف السلسلة، طبعا بلف كده عشان اخده في السلسلة ده واللي تحتيها، واحدة جديدة، بيصبح معايا برضو 4 على الإبرة، بلف واطلع منهم كله لف على الإبرة. باخد زي ما شفنا طرف السلسلة ده والطرف ده كلهم في نفس العمود اهو، بعدين بروح اخد سلسلة جديدة. بلف كده اروح على هنا اخد سلسلة، وبعدين اللي تحتها، وبعدين غرزة جديدة، الف واطلع من الاربعة مرة واحدة. اخر سلسلة برضو بلف لفة على الابرة، ويفضل بقى ناخد السلسلة اللي هي موجودة هنا واللي تحتها، ولكن السلسلة من الداخل من هنا على اساس ان هي ما تأثرش معايا على الشكل الخارجي. انا باخد بس باخد السلسلة من الظهر كده بحيث ان هي بس تبرز لي شكل اللي فات وما تأثرش على الشكل ده. ومن هنا كده اخدت سلسلة وكمان اخر واحدة اهي، وبعدين بسحب واطلع من الاربعة. دلوقتي بقى يا قمرات، يا اما تاخدي نهاية الصف كده وتسحبي وترتفعي سلسلة، يا اما ان انتي تدخليه من ضمن الحسبة دي. ولكن لو دخلتيه من ضمن الحساب ده فانتي هتعملي شكل الغرزة في النهاية من هنا، وده برضو شوية مربك لو انتي بتعملي كوفية او بتقفلي قطعة كارديجان، وده هيكون شوية في بعض المشاكل. ولكن تعالوا اوريكم برضو تعملوها ازاي. بلف على الابرة واخد من ظهر السلسلة اللي هي بتكون هنا دي، وبعدها بروح هنا اخد غرزة، والنهاية دي باخدها واسحب، وبعدين بطلع منهم كلهم هم الاربعة، وبعدين برتفع 2 سلسلة، تمام. ده لو انتي حبيتي تدخليها في الحساب
بتاعك، وهتكون منقوشة من الأطراف من هنا، ومن هنا هتكون زي ما انتي شايفة كده. وبعدين كل اتنين مع بعض زي ما انتم شايفين، ونفس الطريقة نعيدها تاني. اتنين سلسلة، لف على الإبرة وهروح على السلسلة وأسحب كده معايا اتنين، بعد كده أروح على طرف السلسلة ده وأسحب، والطرف اللي بعده كمان وهسحب، تمام. بعدين أيوة أطلع من الأربعة بالشكل ده، بلف لف على الإبرة طرف السلسلة وأسحب، بعدين طرف السلسلة من تحت أهو أسحب، وبعدين واحد اتنين غرزة بسيطة، وبعدين أسحب وأطلع من الأربعة لفة، بعدين طرف السلسلة وأسحب طرف السلسلة أهو من هنا وأسحب، غرزتين بسيطة، وبعدين أسحب وأطلع من الأربعة لف على الإبرة. بصوا السلسلة اللي بناخد منها أهي، طرف السلسلة بيكون تحتها على طول أهو، وبعدين اتنين غرزة كل مرة بقى كده بلف لف على الإبرة، أخد من ظهر السلسلة أسحب، كمان أخد السلسلة على طول من تحت، هي هي نفس السلسلة على فكرة، وبعدين واحد اتنين، وبعدين بطلع من اتنين أربعة لف على الإبرة، وبرضو زي ما انتوا شايفين من ظهر السلسلة وأسحب وكده الطرف، بعد كده واحد اتنين زي ما انتم شايفين اهو، بلف لف على الابرة واروح اخد دي اسحب، وبعدين الغرزة اللي تحتها ادي كده تلاتة، وادي الرابعة، وبعدين بطلع من الاربعة ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا طالما انا دخلت دي في نهاية الصف، لو ما دخلتهاش في نهاية الصف بسحب اخر سلسلة وارتفع اتنين سلسلة وخلاص على كده. زي ما انتوا شايفين الغرزة بقى شكلها عاملة ازاي، باينة قوي وبارزة كده. هشتغل اتنين سلسلة، بعدين لف على الابرة في السلسلة التانية اللي انا بدأت بيها دي واسحب، بعدين طرف السلسلة والطرف اللي بعده، وبعدين اسحب واطلع من اتنين تلاتة اربعة، تمام. لفة بدخل في طرف السلسلة التالت ده بس من الظهر، بعدين في نفس الطرف اللي هو ماسك الغرزة لسه، وبعدين اروح واخد واحد اتنين، وبعدين الف واطلع من اتنين تلاتة اربعة، تمام. لفة طرف السلسلة من الظهر وطرف السلسلة اهو، بعدين تلاتة اربعة، بعدين اسحب الاربعة نفسهم اتنين اربعة، بلف على الابرة طرف السلسلة واسحب الطرف اللي تحتيه، بعد كده واحد اتنين، بعد كده اطلع من اتنين اربعة، وافضل بالطريقة دي لنهاية الصف. نهاية الصف طبعا فيها حاجة، لانه احنا طبعا بناخد هنا السلاسل كأن هي زي الصف بالظبط، فبنعمل كده بناخد طرف السلسلة ده برضو ونسحب كده، معانا كام؟ كده معانا تلاتة، وادي الرابعة اهو، بعدين بنسحب ونطلع من اتنين تلاتة اربعة، وبعدين بنرتفع اتنين سلسلة، بعدين نسحب الصف بتاعنا. وطبعا زي ما قلت لكم من الافضل ان انتم ما تدخلوش نهاية الصف دايما في اي غرزة، لان بصوا
على طول خلى الغرزة بتاعتي ليها ميل. لكن لو انتوا عايزين تعملوا كوفية او تعملوا ملابس يفضل دايما ان الصف ده يكون نظيف، وانا وريتكم ازاي. عشان اقفل الصف بطريقة الغرزة فهشتغل الغرزة وكأني مش هقفل اهو، من سلسلة الف على الابرة اخد الطرف واسحب واروح اخد الطرف ده واللي بعده، تمام. وبعدين لحظة اتفتل مني، وبعدين اطلع من الاربعة، تمام. وبعدين اعمل غرزة مقفولة، تمام. طبعا بلف لف على الابرة برضو، اخد طرف السلسلة من الداخل والطرف اللي على الوش، وكمان واحد اتنين، وبعدين اطلع من اتنين اربعة، تمام. وبعدين اسحب كده، فوالا. زي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتي عاملة ازاي، شكلها مميز قوي، غرزة العنب او الجريبس ستيتش زي ما تحبوا تسموها. ومن الافضل دايما ان انتوا ما تدخلوش اطراف الغرزة في الحوار ده، لانه هتتعبكم وهترهقكم شوية بالنسبة للعدد. فيفضل دايما سيبوا اخر صف كده نضيف مفهوش اي تفاصيل، على اساس الغرزة تطلع معاكم متساوية. لانه انا كمان اهو يعني لما اشتغلت، انا لسه طبعا ما خلصتش اخر حتة من هنا، بس اهو لما اشتغلت الغرزة تحسوا ان هي من الجوانب مش نظيفة، يعني كأن فيها حاجة مش يعني مكتلة. فهو كده كده مش هيبان منظر الغرزة من على الحافة، فيفضل ان انتم ما تركوش نفسكم اصلا وتشتغلوا كده. فيديو النهاردة يكون خلص، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وغرزة جديدة. رمضان كريم، مع السلامة، باي.